سلمى. أهلا صباح الخير. صباح النور والأنوار. أهلا ومرحبا. كي دايره لاله خديجه؟ الله يبارك فيك لاله سلمى. أهلا ومرحبا. راني كنشكر السي شاكر على سعه الصدر ديالو. أهلا. خليت رقم الهاتف لاله أسية. اياه لاله سلمى. أهلا ومرحبا لاله خديجه. نعم. راني درت واحد لاباج ديالي رصيد سلمى في الفيسبوك، بليتونا بليا زوينه وما عندي باش نشكركم زعما الصراحه. لاله هذا اقل واجب. والله العظيم زعما الشكر لا ليك ولا للمستمعات ولا للحدقات ديالنا، زعما راه ربي اللي عالم. ربي يخليك. لقيتونا واحد اللي هي زوينه الحمد لله فعلا، واي حاجه غادي نجربها نحطها، واي حاجه قبل ما نعطيها تنديرها ان شاء الله. لاله سلمى قالوا لي موالين الدار كرتينا حنا بلاك، وداك المعجنات ديالك وقرتي سمعت وزدتي لصحاب الفيسبوك. حرام عليك، حيت قهرتهم بلي كيك، نبغي داك لي كيكون معجنة قهرتهم. غير سمحوا لي حتى المستمعة حتى هما قهرتهم. لا لا بالعكس لا سلمى، اهلا ومرحبا. غير باش نشير الإشارة أخرى لا سلمى، هو أن حتى لي فيديو كاينين سوغ يوتيوب فيهم كاع الوصفات. تنشكر واخا أنا مازال ما عرفتش شكون هاد السيدة اللي كتقطع لي فيديو. ما شفتهمش حيت راهم في اليوتيوب. كاينين في اليوتيوب، كاينين كاع الوصفات تقريبا، يعني ديال ياسر الحداقة. لا هذيك مدونه الصنفوره بعدا كنشكرها مؤخرا رجعت تحط. انا حيت متبعاها شحال هذه، واه مدونه الصنفوره دايره معنا واحد المجهود، ما عرفتش السيده شكون هي، دايره معنا واحد المجهود رائع رائع. راه مؤخرا رجعت كتحط كاع الوصفات زعما بهذا المنبر كنشكرها. ما كنعرفش انا شكون هي، حيت انا دخلت غير باغازاغ بحال هكا كنلقى تلقى لي فيديو فيهم صوتي وفيهم الوصفات ديال لا مدونه الصنفوره تبارك الله عليها، عاد مؤخرا رجعت كتحط الوصفات ديالنا. لقيت فعلا كم هائل ديال لي فيديو هذا، فانا كنشكر مول هذا المجهود او مول هذا المجهود هذا. كنشكر كنظن السيده مدونه الصنفوره سيده عندها واحد المجهود كديروا ما شاء الله عليها. ايوا لا 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 الله يخطيكم علينا ولا يخطي علينا الاحباب. وسمحوا لي اللي طولت عليكم. معكم مستمعينا الكرام دائما، غير هو فقط باش نوضح واحد الفكره. يلا عاد دخلها لي سي شاكير. تزيد اتصال من عند لاله عائشه من مدينه الدار البيضاء، قالت لك بان صاحبه الوصفات اللي عندنا عبر يعني في الصفحه ديالنا اسمها ايمان من مدينه الدار البيضاء، وهي اللي كدير لي فيديو الان اللي كاينين في سوغ يوتيوب ديال فقره سر الحداقه وديال الوصفات ديال سر الحداقه. واسم الموقع هو امونه مديونه. على اين تحيه لك امينه او ايمان عفوا، كنشكرك كثير على مجهودك معنا ولا اللي خطك علينا، ونتمنى ان شاء الله يكون تواصل ما بيناتنا ونشوفوا فين نقدروا نشتغلوا مع بعضنا. على ان تحيه لك ايمان، وتحيه اكبر ان شاء الله يعني للعائشه اللي اتصلت بينا وبقات يعني ما عندي ما نقول، راكي كتسمعي يعني وحاضيه معنا، حتى حاجه ما كتفلت.